السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي حاليا العالم بيمر بأزمة ألا وهي أزمة كورونا. نسأل الله العفو والعافية، واثقين إن شاء الله إن قريب قوي العالم هيكتشف علاج للفيروس ده. طيب، حتى يتم اكتشاف المرض، اكتشاف علاج للمرض، فأغلب المدارس قالت لك إحنا هنوقف الدراسة إما لأسبوعين وإما لأجل غير مسمى لحد ما يلاقوا العلاج. فالوقت دوت مش تروح تقعد في كافيه وتاخد فيروسات من اصحابك، لا، انت المفروض ان انت تكمل الدراسه بتاعتك في البيت، تكمل التعليم. يعني هيروشيما ونازاكي رغم اللي حصل خلال ايام بدات الدراسه ترجع تاني، فاحنا مش عايزين اي حاجه توقفنا على طلب العلم. ففي موقع كورسيرا عمل مبادره كويسه جدا، ان هو بدا يتفق مع الجامعات المنهج بتاعكم حطوه والطلبه تخش تتفرج عليه وتتعلم. وزي ما انت شايف في دروس كتيرة جدا تعليمية في الجامعات، وانت مش مرتبط بالجامعة بتاعتك اللي موجودة في منطقتك، لا، انت ممكن تتعلم في اكسفورد، ممكن تتعلم في هارفورد، كل الجامعات الكبيرة ليك ان انت تخش تتعلم فيها زي ما انت عايز، وتبدأ تكتب وتعمل. دي حاجة اسمها موب، ان انت بتتعلم من خلال الانترنت، فما فيش اي فرصة لانتقال الفيروسات غير الفيروسات اللي بتصير الكمبيوتر. يعني ان شاء الله ما نتنقلش البشر. فدي فكره كويسه جدا ان انت تدخل وتشترك فيها، وهتلاقي رابط اسفل الفيديو، هتقول له جيت ستارت، وتبدا تكتب الاسم والمعلومات بتاعتك، وتبدا تشوف الجامعه اللي انت المفروض تتابعها، تمام، وتبدا تعمل سبميت للمعلومات بتاعتك وتبدا تدخل. في تقريبا اكتر من 1400 كورس، وميزه كورسيرا مش اي حد يقدر يرفع كورسات، لا، لازم جامعات، ولازم حاجه قويه جدا. والميزه الفتره دي فري على اساس يواجهوا ويساعدوا في حل مشكله الفيروسات، الا لو انت عايش هدف في شهادات بتبقى ب 10 20 50 دولار، وتقدر تقول لهم ان انا عايش في المنطقه العربيه، هيروح ممكن يديك الشهاده ببلاش الكورسات كده. بيقول لك ان الحاجه دي ما دام انت في البلد العربيه، احنا عارفين فرق العمر رهيب وفي مشاكل، فبتقول له انا محتاج الكورس دوت، فبيديه لك ببلاش. هو بيديك مثلا المشين ليرنينج، بتقول له بوت بلس، والشهادات بتاعته قويه جدا، وان شاء الله تبقى قريب معتمده، تمام. اي حاجه بتقول له فاينانشال ايد افيلابل، وتدخل بالحساب بتاعك وتطلب ان انت تاخد الكورس ده مجاني. بس نصيحه، ما تعملش الموضوع ده غير لما تتاكد ان فعلا الكورس ده انت محتاجه. يعني مش عشان ممكن تاخدها ببلاش تشترك، لا، على اساس ما تشتتش نفسك في كورس واحد بس اللي تشترك فيه، لما يخلص تخش في اللي بعديه وهكذا. اتمنى ان شاء الله الناس تستغل وقتها، وجزاكم الله كل خير.